الله يعطيك العافية، ويلكم باك. خلينا نكمل. إذا إحنا عندنا سؤالين بالنسبة للمثال هذا، نكمل المثال يعني، وبعدين خلاص نحن الغياب و 12 دقيقة. طيب إذا لاحظوا يا جماعة، هون مهتم بشغلتين. مهتم أول إشي يشوف هل تغيير نوع المادة أثر على عمر البطارية، هل ارتفاع الحرارة راح يأثر على عمر البطارية، وغالبا ارتفاع الحرارة راح يؤدي إلى تخفيض عمر البطارية. بس احنا طبعا هو راح يبين معنا من النتائج هل بزيد ولا بنقص. الواضح من الداتا انه منقص عمر البطارية من مع زيادة الحرارة. والسؤال الثاني المهم اللي بدنا نجاوب عليه، هل في عندنا مادة تأثرها بالحرارة قليل بتأثر بزيادة درجة الحرارة؟ إذا هاي المادة موجودة بتكون سهل. تمام، نلاحظ هون راح نعمل انوفا. هذا طبعا الستركتشر تبع التيبل اللي شفتوه هون. تمام، لاحظوا هاي الواي 111 واي 112 واي 111 اللي هم هذول اللي بالمربع. تمام، فاكتور دي بي فاكتور اي، طبعا فاكتور احنا هون اخذنا ثلاث قد بي اني نمبر فروم 1 تو اي. تمام، فاكتور اي اللي هو هون عندنا ثلاث قد بي اني نمبر. هلا فاكتور بي عندنا هون برضه ثلاث تمبريتشر كود بي اني نمبر، بس مشان ميز بيناتهم فاكتور بي فروم 1 تو بي كود تيك اني نمبر زي ما حكينا. طبعا لازم يكون اثنين او اكثر. وهون هذول الريبليكيتس بورجينا كيف طبيعه الديزاين، وهذا بنسميه احنا الكومبليتلي راندومايز ديزاين، لانه طريقه كومبليتلي راندومايز ديزاين طريقه اخذ العينات بشكل عشوائي داخل التيبل هذا كله. يعني هون لما عملنا القياسات أخذنا بشكل عشوائي. تمام، إذا لاحظوا راح يكون في عندنا الستاتستيكال موديل أو الإفكت موديل، راح يكون في عندنا I اللي هي from 1 to A، I تمثل فاكتور A، J تمثل فاكتور B from 1 to B، و K تمثل الـ number of replicates. فلاحظوا في عندنا ثلاث متغيرات. المتغير الأول I اللي هو فاكتور A، بأخذ قيم من واحد ل A حالتنا هذه الثلاث بحالة المثال يعني. J اللي هو فاكتور B بأخذ قيم من واحد ل B بحالتنا هون برضه ثلاث لأنه temperature ثلاثة values. وال N بأخذ قيم من واحد ل N بحالتنا هاي عندنا كم؟ أربعة. ماشي، وهذا general model fixed effect model. تمام، طبعا الانوفا الان مشابه بشكل كبير للانوفا اللي هو الوان فاكتور اللي اخذناه، لكن شويه مور كومبليكيتد. بس خلينا فيري كويكلي نحكي عنه لانه مش مهم كثير احنا المانيوال كالكوليشنز. لاحظوا هذا التوتال سم اوف سكوير، في عندنا سم سكويرز ل A، سم سكويرز ل B، سم سكويرز للانتراكشن بتوين A اند B، والسم اوف سكويرز للايرور. تمام، لاحظوا لما نحكي هون 3 summations، ال i قلنا فاكتور a، ال j فاكتور b، ال k replicate. الثلاث نقاط هذول معناهم الافرج، لا يعني الافرج ماخذينه على 3 levels يا جماعه، 3 levels اللي هم a و b وال n. تمام، ونفس الكلام طبعا بالنسبه للقيم هاي اللي عندنا هون. مهم نفهم هون الديجريز اوف فريدم. هلا الديجريز اوف فريدم بداية للتوتال، التوتال ديجريز اوف فريدم اللي هي A في B في N ناقص واحد، هاي دائما بتكون حاصل ضرب كل الفاكتورز. تمام، عدد الليبلز بالفاكتورز عفوا، اللي هو A فاكتور A و B فاكتور B و N بالريبليكيتس ناقص واحد، هاي ستاندرد دائما. تمام، الآن ال A لو فاكتور ايه عدد الليفلز ناقص واحد، ما كنا نعمل بالريجريشن وكنا نعمل بالانوفا. هلا بالنسبه لفاكتور بي بي ماينس 1، فاكتور اي بي حاصل بغلبهم، يعني هذا ما بغلبهم. ماشي، وبالنسبه للاي عندكم واحد من حلين، يا اما بتاخذوا هاي اي بي في ان ماينس 1، او بتاخذوا ما احنا دائما سم سكوير للايرورز ما بنحسبه حساب، بناخذه حاصل طرح هاي التوتال ناقص الاس اس ايه ناقص الاس اس بي ناقص الاس
اي بي، يعني بنقول اس اس تي ماينس اس اس اي ماينس اس اس تي ماينس اس اي بي، وهذا بينطبق على سم اوف سكويرز، بينطبق على ديجريز اوف فريدم. يعني هاي بتكون تحفظوها، تطرحوا من التوتال، تطرحوا هاي وهاي وهاي، ماشي؟ يعني ستريت فورورد. هاي الانوفا يا جماعه للفيكست افكت، طبعا هذا تو وين، هو احنا بنحكي عن تو وين، تو وين معناته تو فاكتورز، تو فاكتورز انوفا. هذا ابسط تصميم ل الفاكتوريال اكسبيرمنت او الفاكتوريال ديزاين. لاحظوا انا حاط مرتبهم، عندنا السم اوف سكويرز الاي للبي، وبعدين الانتراكشن، وبعدين الايرور. لاحظوا زاد عندنا هون تيرم، لانه صار عندنا اي وبي وبيناتهم واحد انتراكشن، تمام؟ او فعليا ذا تو تيرمز، هذا بي واي بي. ولا هذول الاس اس تريتمنت كنا نسميها، والاس اس ايرور والاس اس توكن، ماشي؟ وصار عندنا الان مين سكوير لاي، مين سكوير لبي، لاي بي، وبعدين مين سكوير للايرور. وعندنا برضه نفس الاي في اف نوت، الان اف نوت صار بدل 1 اف نوت صار عندنا 3 اف نوت، واحد لايه واحد لبي وواحد للانتراكشن، تمام؟ طبعا هو حاكي هون انه احنا يعني المانيوال كومبيوتيشنز موجوده بالكتاب، بس فيري لينكي، طويله وممله، تمام؟ نحط لكم اياه هون انا بس يعني مشان تعرف من وين جت، تمام؟ اما احنا عاده نستخدم يعني هذا السلايدات، هذول يا جماعه المانيوال كومبيوتنج بيحكوا عن كيف طريقه حساب. طبعا هذا بتحكوا هون عن 36 قراءه مثلا، هون لاحظوا 130 155، 36 قراءه بدنا نربح على كل قراءه، بعدين ناخذ هذا التوتال، تمام؟ لو لاحظوا 998 هون اللي هي 539 زائد 239 زائد 230، ونفس الكلام هون، يعني جمع هذول بالبداية، يعني جمع هذول طلع 539، بعدين جمع المجموع، وبعدين جمع مجموع المجموع، طلع عندنا هذا، يعني هذا المجموع على 3 ليفل، تمام؟ طبعا هاي النقطة قلنا مجموع، لما تكون بار معناته افريج، لما يكون في بار معناته افريج، ماشي؟ إذا طلع السم سكوير توتال، سم سكوير للماتيريال اللي هي ايه، سم سكوير للتمبريتشر اللي هي بي، سم سكوير للانتراكشن اللي هي اي بي، وبعدين سم سكوير للايرور كالعادة احنا بناخذه باي ديفرنس، باي ديفرنس. بالانس اوف فاريانس شون ان تيبل 5.5 ان ذا نكست بيج، هذا التيبل. طبعا لاحظوا هنا الاف فاليو راح يكون في عندنا تو اف فاليوز، تمام؟ يعني الاف فاليو الاولى اللي هي بدها تكون لا، طب هون النوفا لاحظوا في عندنا اف فاليو الهاي، وفي اف فاليو الهاي، وفي واحد من الانتراك، تمام؟ اذا الاف كريتيكال في واحد عندنا للفاكتور اي، ماشي؟ وفي واحد للفاكتور بي، وواحد طبعا حسب الديجريز اوف فريدم، اعتقد اثنتين راح نحتاج هون ديجريز اوف فريدم. هلا بحالتنا هون الاي والبي، لانه الاي والبي قد بعضهم، فراح تكون قيمة واحدة، الانتر اكشن راح تكون مختلفة، تمام؟ وضحت الفكرة يا جماعة؟ لاحظوا هون الانتر اكشن عندنا 4 27، لانها 2 ضرب 2. هون بالنسبة للاي والبي لاحظوا 2، طبعا هاي تبعت الايرور 27 ثابتة، ماشي؟ هون للاي والبي كانت عندنا نفس الاف كريتيكال طبعا عند 5%، اللي هي 2 يعني 3 ناقص 1 2. فلا اي وبي عندنا اف ستاتستيك فاليو، اف كريتيكال انا اسف، فاليو واحده، تمام؟ وبالنسبه للانتراكشن هاي الفاليو، تمام؟ وطبعا بيعطينا البي فاليو، اذا كانت البي فاليو ما نحتاجش اصلا الاف كريتيكال. لاحظوا هاي الاف كريتيكال عندنا 2.73 و3.35، هون بنقارن 7.91 و28.97 مع القيمة هاي اللي هي 3.35، فواضح انها significant، ماشي؟ الآن هاي للانتراكشن 3.56 بنقارنها مع القيمة اللي هي 2.73، وهاي السل كمان ايش؟ significant بدرجة أقل، بس السل 5%. لاحظوا هاي البي فاليوز بتورجينا انه الماتيريال تايب از امبورتنت، يعني significant، التمبريتشر significant، والانتراكشن بيناتهم is significant. واضح؟ واضح يا جماعة؟ طيب خلينا أوقف هون، أطول عليكم أنا، يعني لسه إحنا ما خلصناش المثال، هو طويل شوي، بس نوقف هون وبنكمل إن شاء الله المحاضرة الجاية.
بدي بعد إذنكم أنا أحط اللي هي كيو آر كود، واللي المرة هاي اللي ما اللي يعني ما بقدر ياخذ الكيو آر كود أرجو إنه يا إما يكتب لي أو يعطيني اسمه عشان أسجل الحاضرين اللي ما قدروا ياخذوا فقط الكيو آر كود. ماشي، فأنا بدي أحط لكم الكيو آر كود، أوكي، وبعدين أنتم تاخذوا الغياب اللي معهم، طبعا اللي معهم امكانيه ياخذوا الغياب، اللي ما معهم امكانيه ياخذ الغياب زي ما حكيت لكم. تمام، هاي الكيو ار كود يا جماعه. هلا ارجو اللي بيقدر ياخذ الكيو ار كود الان ياخذها، اللي ما بيقدر ايوه ينزل لي اسمه انه ما بيقدر. يعني على الشات اللي ما بقدر ياخذ الكيو ار كود ارجو انه ينزل لي اسمه مشان اعرف مين الحاضرين ومين الغايبين. دكتور كأنه مش طالع الكيو ار. ايوه ايوه طلع طلع اوكي شكرا. هذا. الجماعة اللي بده يبعث لي على الشات رجاء، بس اللي ما بزبط معه الكيو ار كود مثل الكل اذا سمحتوا. دكتور اذا اخذت اطلع خلاص. خلص خلصنا احنا، اذا اخذت خلاص. أوكي يعطيك العافية. يعطيك العافية، شكرا. يعطيك العافية دكتور. يعطيكم العافية، اهلا وسهلا فيكم.